السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم غنسولكم الطبيعه المشاهد الكرام، حنا غاديين لايزمور ايزمور راه قريب من هنايا، واحد باقي لنا 2 كيلومتر ولا 3. خليكم معايا. طبيعة كما كتشوفوا، خليكم معايا نكرو شوية هنايا. أوه هذا الطبيعة هنايا، الطبيعة هنايا المشاهدين الكرام كما كتشوفوا. نكملوا على الفيديو ديالنا ونضربوا. احنا يا غادي هذه اللي يسمون الطبيعه. واش من الطبيعه هنا؟ تبارك الله على الطبيعه. شوفوا على الطبيعة تبارك الله.
شوفوا معايا المشاهدين على منظر كاين هنايا، واحد المنظر واعر، منظر واعر رائع الصراحة. غنزيدو شوية الطريق، خليكم معايا، غنزيدو شوية لقدام. نكفو شوية هنايا، شتي واحد المنظر آخر عاوتاني هنايا. منظر زوين بزاف، الله على منظر. ونكملوا على الطريق ديالنا، نكمل خبريدنا حتى ريزموار. قريب نوصل لإزمون، إزمون غير هنا لتحت كما كتشوفوا، شوفوا كي سميتو اللوز، اللوز الشجور ديال اللوز راه طلعو تبارك الله، يعني نورو دابا خرجوا يعني الوراق كما كتشوفوا. الله على المنظر، الله على الخضورية، وشحال كتعجبني الخضورية. وغادي نكملوا على الطريق ديالنا المشاهدين الكرام، خليكم معايا. احنا يا غادي، ما تنساوش المشاهدين الكرام بارطاجيو الفيديو باش يوصل اي واحد،
حنا كنهضروا العربيه باش يفهم اي واحد. بزاف من الوقت كيقول لي ايوا هضر الشلحه، وفي انا راه كنهضر الشلحه خطره وخطره كنتلف الا كنهضروا بجوج بيهم، وخصكم تعرفوا هذه القضيه هذيك. استرميتنا والسلام على مرة السور في المزيغ باش يربدا، لان التصيف ذا نوسيو نوسيو في المزيغ راه كتر بلا مزيانه مي باش يتعلم العربيه مرة وسين تعرف ليسن تعرف، لان تعرف تقدر يجي الاساس زي سيدي نزل القران الكريم علاش عملنا القران الكريم وجعلناه قران عجب فسقان القران عربيا هو عربيا تسمى يدير بالعربي ولكن هو عجب امشي ورا بيتنا طبيعة الدات قاي زمان نوض غي زمان نوخا مشت ورا كيما كتشوفو وصلنا لإيزمور دابا هاد البلاكا ديال إيزمور ورا إيزمور راه فيها الخضورية كيما كتشوفو هذا إيس توزيزو في إيزمور نتمنى يعجبكم الفيديو المشاهدين الكرام، حنا دائما مع الجديد. يزمونهم هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.